والحمد لله يا رب اكون سبب في ان الناس تترحم عليه وتدعي له بالرحمه والمغفره. فكرت تتعالج نفسيا بعد الدور؟ انا بتعالج نفسيا حضرتك لحد ده مش فكرت يعني الحمد لله والله بتعافى يعني لسه بتعافى يعني بالاصدقاء بقى وباولادي وباهلي والحمد لله وبيك وبالحبايب وبالنجاح. كميه الدموع دي انت كنت بتوصلها ازاي؟ كنت مصدق بس كنت مصدق اللي انا بعمله وكنت مصدق شايف الشخصيه من وجهه نظر احمد فهيم لو انا اتحطيت في موقف ده بجد ممكن يحصل ايه فصدقت الحكايه والحمد لله اللي بيصدق حاجه الناس بتصدقه بالتبعيه انتقمت من وداد على السوشيال ميديا بس ازاي؟ ما شفناش انتقام قوي كده من الناس كانت عايزاك تقطعها لا ما هي وداد خدت جزائها في الاخر وفلوسها رجعت فلوسها راحت اتاخدت منها فلوس سيد اتاخدت منها ونزلت في الشارع ما لقتش ملجا ليها يعني لا نهايه ماساويه الوداد طبعا طبعا بشكل عام شايف ان انتوا قدرتوا تتكوا على الموضوع الخلق او حسيت ان انتوا نورتوا في الحته دي حاجه مهمه برضه والله الحمد لله المشهد بتاع الخلع ده الناس كلها اتكلمت عنه وبيناقشوا قضيه الخلع دي بسببه فيا رب نكون احنا قادرين بالدراما نعالج قضايا في المجتمع لان هي دي الرساله اللي المفروض الدراما تقدمها يعني في بس تصريحات خرجت كده الناس شويه مستغرباها يعني زينب بتقول انا بطله العمل اسالني عن نفسي يا فندم واسالني عن النجاح اللي احنا محققين وجايين نتبسط وجايين نفرح كل سنه وانتم طيبين وحلوين ومبسوطين سامي ومحمد رمضان بقى خلينا نكلمهم طب مش اول تجربه طبعا مش اول تجربه طبعا معاهم اساتذتي واخواتي وحبايبي والحمد لله الشغل معاهم ممتع جدا والاستاذ محمد سامي صاحب فضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى والاستاذ محمد رمضان صديق كفاح وفنان متميز وجميل كل سنه وانت طيب يا قمر انت لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.clacketnews.com